أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نطل عليكم من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات التربية الإسلامية، والمعنون بالحديث النبوي رضا الله تعالى. في هذا الحديث طلابي يتوقع منكم قراءة الحديث قراءة سليمة، التعريف براوي الحديث وبيان معاني الحديث والتراكيب والمفردات الواردة وتحليل مضمونه وتمثل الأخلاق فيه وحفظه غيبا. أيضا طلبتي من المتوقع أن تعرفوا أن موضوع الحديث النبوي الذي بين أيدينا يتناول أعمال يرضاها الله وأعمال تغضب الله تعالى. فأما الأعمال التي ترضى الله وترضيه هي عبادته وحده وعدم الإشراك به، الوحدة وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر. أما الأعمال التي تغضب الله عز وجل القيل والقال، إضاعة المال، وكثرة السؤال. لذلك طلابي نقرأ ونقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أما طلبتي عن الأعمال التي يرضاها الله عز وجل، فكما عرفتم منها عبادة الله وعدم الإشراك به، فهذا دليل على قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما عن الوحدة وعدم التفرق فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طلبتي يجب عليكم للامتحان الوزاري أن تحفظوا الشواهد القرآنية والتي تبين وتوضح على ماذا تعود في الأعمال التي يرضاها الله عز وجل. أما طلابي إذا ما انتقلنا للأعمال التي يغضبها الله تعالى، فهي منها الكلام الغير نافع، وهنا الحديث الشريف يعني نهى عن كثرة الكلام فيما لا ينفع وما لا فائدة منه لما فيه من مضرة. والكلام يصنف إلى ثلاثة أقسام: كلام خير، وكلام شر، وكلام فيه بعد عن الله عز وجل. أما في موضوع أتوقف فعليكم أن تعرفوا ما معنى الغيبة، وما معنى النميمة، وما معنى البهتان. فكل واحدة من هذه المعاني الموجودة أمامكم لابد من الاطلاع عليها ومعرفتها. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوع درسنا. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في الأسابيع القادمة. دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم طلابي الأعزاء.